السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة شيوات الميمة. اليوم ان شاء الله غنحضر لكم بوشيار مخنفر او البطبوط بالزيت، كل منطقة وشنو تسميه. كيجي رائع وبسيط، المكونات ديالو بسيطة وسهلة، كيجي زوين ممتاز. المقادير اللي غنحتاج لهذا البوشيار هذا: 200 غرام ديال القمح الممتاز، 250 غرام ديال الدقيق الفرص، معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، ملح حسب الذوق، معلقة ونصف ديال السنيدة، معلقة كبيرة ونصف ديال السنيدة. عندي هنايا المدافي بطبيعة الحال باش نعجن. دابا غندوق على بركة الله. نوضع الملح، سنيدة، خميرة الخبز، نعجن. ندير الماء. هاد البوشيار هذا خصو تكون العجينة ديالو شويه مطلوقة، خصها تكون شادة في راسها. ندير شويه الماء ونتندلك شويه بشويه. نضيفو الماء وحنا تندلكو العجينه ديالنا. مازال غنضيف ثاني الماء. حاولوا العجينة ديالكم دلكوها مزيان. هانتوما كما كتلاحظوا معايا العجينة بدات كترخف، بدات كتطلق. هانتوما شتو كيفاش لاصقة ليا في يدي، يعني خص العجينة ديالكم تكون مرخوفة.
الجينة ديالي من بعد ما دلكتها تنسى بشوية زيت من الفوق ونخليها تخمر ونتلقى ان شاء الله من بعد. من بعد ما خمرت لينا الجينة هانتوما يطلعت ليا. دابا غنشكلها على شكل كويرات. هنا غنحتاج القمح والزيت. نحيد ليها الهواء اللي فيها. كنجمعها مزيان هكا كنجمع العجينه مزيان باش نبدا نشكل فيها على شكل كويرات. نبدا ندي بشويه الزيت وندير الكويرات. هذا الشكل انا نضعهم هنا في جنبي. غنرش شويه القمح ونضع هكا انتم معايا. من بعد ما كاع العجينة اللي كانت عندي شكلتها على شكل كويرات دابا غنسرحها بالزيت. نبدا الزيت هنايا شوية الزيت هنايا بحال هاد الشكل وناخد الكويرة ديالي ونبدا نسرح فيها بحال هاد الشكل. وتوضعو المقلاة سخون باش اين فوا تسالي من تسرح هاد العجينة هادي تكون المقلاة سخنات باش ترميوها الطيب. بحال هاد الشكل تسرحوها لجيكم شوية صعيب في التسريح تخليه يرتاح شي شوية حتى 11 دقيقة هكا عاد ترجعو تاني تسرحو باش يجيكم ساهل شوية في التسريح. هكا دابا غنوضعها في المقلة. هانتوما هي دابا غنوضعها دابا في المقلة. هو البطبوط دابا بوشيه رضعتو في المقلة غنخليوه مازال شويه تيشد في راسو باش نقلبوه. دابا غنقلبوه بسم الله. هانتوما هي على الشكل هذا. وما تيشدش بزاف د الوقت في الطياب في ساعه ساعتين خاص غير المقله تكون سخونه. شوفوا منو مازال شويه هانتوما مازال شويه نروح ثاني في البوك. نزيدو واحد الشوي وعاد نزولو من فوق البوطة نوضع تاني بطبوطة أخرى ولا بوشير أخر مرة أخرى تاني نوضعو فوقهم في المقلة. دابا غنزولها هانتوما شفتي فاش كيجي هانتوما يا دابا غنزولو من فوق المقلة. هو بوش
الحوشيه ديالنا وجد انتما كيفاش تيجي كيجي الشكل ديالو زوين والمذاق ديالو رائع. كنتمنى انكم تجربوه راه كيجي زوين بزاف كيجي بحال المذاق ديالو بحال ديال الفرنش. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. الصحه والراحه. نتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده.